كثفت وزارة الصحة عمل فرق التواصل الاجتماعي المجتمعي خلال عيد الفطر، وتستهدف فرق التواصل المجتمعي نشر الوعي بين المواطنين فيما يخص وباء كورونا وكيفية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره. انطلاقا من حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، كثفت الوزارة عمل فرق التواصل المجتمعي خلال أيام عيد الفطر المبارك لنشر التوعية بين المواطنين خاصة في مناطق التجمعات. قامت فرق التواصل المجتمعي بزيارة 7 محافظات شملت محافظات ساحلية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ، بالإضافة إلى القاهرة والجيزة والفيوم، حيث تم التواصل مع المواطنين في الأسواق والمحال التجارية ومواقع العمل ووسائل المواصلات، وتقديم التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما تم توزيع المستلزمات الوقائية مثل الكمامات والكحول بالمجان. كما قامت الفرق بحث وتشجيع المواطنين على أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح. كان لفرق التواصل المجتمعي دور هام في تعريف المواطنين بمبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 75 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية المصاحبة للفرق. نجحت فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان في تقديم التوعية الصحية ل 250 ألف مواطن خلال أيام عيد الفطر بسبع محافظات. مبسوط جدا من الحملة دي اللي حضراتكم يعني نازلين بتوعوا بها الناس، ازاي يلبسوا الماسك، ازاي يستخدموا الكمامة، ازاي يعني يتعاملوا مع الناس، ازاي عن البعد عن بعضهم، ازاي الوقاية، ازاي التطهير. يعني ده حاجه جميله. اولا نشكر الساده المسؤولين من وزاره الصحه اللي خلت يعني الناس ايه تنزل وتتكلم عن كده. ولا تزال الفرق مستمره في عملها لرفع الوعي الصحي والوصول للمواطنين في كافه انحاء الجمهوريه.